الدكتور جمال البحيري، استشاري جراحات الثدي والغدد والأورام، عضو الجمعية المصرية والأوروبية لجراحة الأورام. جراح ألماني شهير أواخر القرن 19 اسمه فانسيد شيرني، أطلق عليه أبو جراحة الثدي التجميلية بعد أن استأصل ورم سرطاني من ثدي مريضة، قام باستئصال ورم شحمي سليم من ظهر المريضة نفسها، ثم زرعوا في مكان الورم المستأصل في الثدي لتحقيق أكبر قدر من التناسق بين الثديين. أما أولى عمليات تكبير الثدي بمادة السيليكون فكانت في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1962، حيث تمكن فريق بحثي من إقناع سيدة أمريكية اسمها تيمي لينسي بأن تجرى عليها أولى التجارب في هذا المجال. ومن وقتها لدلوقتي التقنيات الطبية والأبحاث والدراسات العلمية في مجال تجميل الثدي بتنوع عملياتها وأهدافها في تطور مستمر. اهلا بيكم. كتير من الستات يتقال لهم انت عندك ورم في الثدي، او ربما هم يعني بيكتشفوا ان عندهم لمب، عندهم كتله في الثدي، خايفين يتصرفوا، خايفين يروحوا يكشفوا، خايفين يعملوا اي حاجه. ليه؟ لانه بالنسبه لهم عندهم اعتقاد ورم هنزيل الثدي، فالست الثدي بالنسبه لها رمز الانوثه. وبرضو عندهم اعتقاد انه ورم في الثدي هيزال الثدي وهتاخد كيماوي فيأثر على الشعر، اللي هو يعني ايه كلاسيكيات السينما دي بتاعت زمان يعني، والغد قريب يعني كانت زمان يعملوا في الفيلم كده واحد ست خايفة تتعالج وخايفة تاخد كيماوي عشان هيوقع شعرها فبتستسلم. في ناس فعلا بتفكر بطريقة، اولا ده مش واقع لانه اختلفت الاساليب العلاجية، وحتى الشعر يوقع دي بقت اقل كتير يعني، وحتى لو وقع فترة أو تأثر فترة فبيرجع أحسن من مكان. لكن كمان في جراحات تكميلية للثدي الحقيقة، أو جراحات زراعة الثدي بعد إزالته في ورم، هي جراحات مذهلة جدا لدرجة أن الست بتجد نفسها أمام جراحة تجميلية في الأساس، جراحة تجميلية يعني لو كانت بتشكي من مثلا أن حجم الثدي مش متناسق أو في عيوب أو شكلها مش شكله مش حلو بالنسبة لها وظهر فيه ورم، فبتضرب عصفورين بحجر، بنشيل الورم ونعمل جراحة تجميلية. فخلينا نفهم أكتر الحكاية دي، لأنه أنا بقول أنه دايماً التعامل مع الثدي بالنسبة للمرأة فيه حساسية، وكتير من الأمراض والحالات المرضية. وأنا بقالي فترة كده بفكر وشغل نفسي ومهموم بفكرة ليه الناس بتأجل العلاجات تحت مسمى الخوف، من خايف اروح اكشف، خايف اتعامل مع الدكاتره، خايف اروح لي يعملوا فيا ويشيلوا الثدي ويخلوني يتحول من ست الراجل او لا هويه بقى ما بقاش يعني في، او فقدت رمز الانوثه عندها. والرجاله نفس الكلام، انا خايف اعمل عمليات مش عارف ايه. الخوف ده، كلمه انا خايف دي لازم تتسال من قاموسنا، من حق الناس انها تخاف. مفيش حاجه، الخوف احساس لا يمكن السيطره عليه، وهو أكبر يعني أحاسيس الإنسان وضوحا. وساعتها الإنسان لما يكون خايف محدش يقدر بأي كلام إن هو يزيل هذا الخوف. الحاجة الوحيدة اللي يزيل الخوف العلم مش الكلام، بس العلم بيبدأ بكلام. فخلينا نفهم علم مهم جدا جدا خاص بي، واحد من أهم المواضيع في الحياة العربية والعالمية. الثدي ضيف العزيز، القيمة العلمية القديرة والاسم اللامع في عالم الجراحات، الأستاذ الدكتور جمال البحيري، استشاري جراحات الثدي التجميلية وجراحات الغدد وجراحات الأورام بمعهد الأورام، عضو الجمعية الأوروبية والأمريكية والمصرية لجراحات الأورام. أهلا بك دكتور جمال. أهلا بك دكتور أيمن، وأهلا بالسادة المشاهدين. طبعا أنت عندك قصص كثيرة أكتر مني للقصة اللي أنا بتكلم فيه، أو الموضوع اللي أنا بتكلم فيه، خوف الست من إجراء جراحة وهروبها ونفاجئ إنها رجعت في ستيج 4 وكارثة. يمكن الخوف من واجهة المشكلة هو اللي بيحطها في مشكلة كبيرة. يمكن الأورام في بدايتها أغلبها بيكون أورام حميدة، ولو حتى ورم غير حميد واكتشفناه في مرحلة مبكرة بنكتفي باستئصال الورم ده مع غدد لمفاوية بسيطة اللي هي الغدد الحارسة. لو المرحلة اتأخرت شوية ممكن نشيل الورم بس ونشيل الغدد اللمفاوية بالكامل تحت الإبط. طب دخلنا على المرحلة اللي بعد كده،
بقى في اكتر من ورم في الثدي، ساعتها لازم الثدي يتشال. فمين بيخسر؟ هي الست. مين بيخسر بالتاخير في الكشف او في طلب العلاج؟ هي الحاله نفسها. يمكن في حالات كتير نسالهم، طب انت ليه ما جيتيش لحد مختص؟ تقول انا خايفه يطلع عندي ورم. طب هو دكتور جراحه الاورام او دكتور الاورام هو اللي هيجيب لك الورم ولا هو اللي هيشخص ويعالج؟ كل فروع ولو انت سليمه هو اللي هيطمنك يعني. في كل فروع الطب كده. انا عايز اقول لك ايمن ان مثلا انا خايف اكشف ليطلع عندي، و80% من الحالات بيجوا يكشفوا وتكون سليمه او تكون عندها حاجه حميده ونطمنها. لكن ال20% بقى اللي فيهم مشكله لو شخصناهم في مرحله مبكره اكتر حد هيستفيد هو المريض. اصل على فكره الحكايه دي لازم نشوف لها حل قوي، يعني لازم في مبادره. يمكن الحل اللي احنا بنعمله كشف مبكر، ان هو نوعي الناس من خلال برنامج حضرتك والحملات اللي هي حملات الكشف المبكر. ويمكن احنا عندنا كمان شهر اكتوبر الوردي بنعمل دايما حاجات خاصه بسرطان الثدي والتوعيه بيه، ويمكن هي بتجيب نتيجه كويسه جدا دلوقتي، وبقى في وعي احسن من الاول. ازاي بتتم زراعه الثدي بعد ازالته؟ زراعه الثدي ممكن تتم اثناء نفس العمليه لو في حاله احنا مضطرين ان احنا نعمل لها استئصال كامل للثدي. يمكن دلوقتي 90% من الحالات بنحافظ على الثدي. طب ال 10% اللي هم ما نقدرش نحافظ لهم على الثدي، سواء بقى بسبب وجود اورام متعدده في الثدي فصعب ان احنا نشيلها بحد امان ونحافظ على الثدي، أو في حاجة تمنع المريضة إنها تاخد علاج إشعاعي. يمكن العلاج التحفظي زائد العلاج الإشعاعي يساوي الاستئصال الكامل، يعني الاستئصال التحفظي إن احنا نشيل الورم والغدد لازم يكون مصحوب بعلاج إشعاعي. في بعض الناس عندهم حاجة اسمها كولاجين ديزيز، الأنسجة بتاعت الجلد بتاعهم ما يستحملش علاج إشعاعي، فبالتالي لازم يتم باستئصال كامل لتفادي العلاج المكمل. طيب الحالات دي احنا ممكن دلوقتي ان احنا نشيل الثدي، نفرغ الثدي بالكامل ونحافظ على كل الجلد، وكمان ممكن نحافظ على النبل والاريولا او الحلمة والهالة البني، ونفرغ الثدي بالكامل ونعمل اعادة بناء في نفس العملية، سواء بعضلة او بواسطة حشوة سيليكون او الاثنين مع بعض. وفي حالات اللي هي خضعت اوريدي لاستئصال كامل مع حد مش عنده الامكانيه ان هو يعمل اعاده بناء وعمل استئصال وخلاص، المريض ده انهى مرحله العلاج. بعد كده بيبتدي يفكر في الشكل، الحاله الثدي هو عنوان الانوثه. فبعد ما العيان بيخف بيجي يبص على الشكل. دلوقتي العمليات دي نتائجها بقت كويسه جدا وبنقدر نعمل اعاده بناء للثدي، بنوصل لتقريبا 80-90% من الشكل الطبيعي. العمليه ممكن تتعمل بواسطه حشوات سيليكون او نحط ممدد للانسجه، ان احنا نمدد الجلد وبعد كده نحط حشوه سيليكون، او ان احنا ناخد عضله سواء من الظهر اللاتيسماس دورسي ماسل او عضله من جدار البطن. كل حاله على حسب هي عايزه ايه واحنا نقدر نفيدها ازاي. بنقعد معاها نتكلم معاها نشرح لها كل حاجه ونوصل بيها باذن الله لبر الامان. اعاده بناء الحلمه برضو من الحاجات اللي بتشغل بعض الناس. يمكن دلوقتي في حالات وحتى واحنا بنشيل الثدي بنحافظ على النبل والاريولا او الحلمه والهاله البني، وفي بعض الحالات اللي احنا مضطرين ان احنا نشيل فيها الحلمه والهاله البني زي باجت ديزيز، هو الورم بيجي اصلا في الحلمة. مرض باجت. مرض سرطاني بيجي في الحلمة. بيجي في الحلمة وساعتها بنضطر ان احنا نشيلها. دلوقتي احنا نقدر نعمل اعادة بناء للحلمة دي من انسجة موضعية، وكمان ممكن ناخد حاجة اسمها ترش او سحجة من الجلد من مكان تاني نحطها نرسم بيها الهالة البني. ممكن الجلد لما بيتقشر من مكانه ويتحط في منطقة الثدي لما بيلتئم بيبقى لونه أغمق شوية، فبيدينا نفس لون الأريولا بيكون طبيعي تماما. الكلام ده بيتم بشكل يعني
كامل يعني الست بتطلع بثدي كامل. اه طبعا احنا شكلا جميل. احنا في يمكن ممكن نأجل إعادة بناء الحلمة لمرحلة تانية بعد إعادة بناء الثدي، وفي حالات ممكن نعملها في نفس المرحلة. في ستات بيجوا أو بنات بيبقى عندهم شكوى من صغر حجم من البداية أو بعد الولادة، في الستات اللي بيحصلهم انهيار للثدي بعد تكرار حمل الولادة، دي حالات بنشوفها كتير جدا. بنات لم ينمو الثدي بالشكل الطبيعي أو الشكل المرضي ليهم، ودي مشكلة كبيرة جدا، وبيكونوا خايفين ان هم يتعاملوا معاها، سواء خايفين على من الكلام اللي هم بيسمعوه، هل الحشوات السيليكون دي بتأثر على الرضاعة، بتأثر على الملمس، بتأثر على الإحساس، هل هي بتسبب أورام أو أي حاجة؟ لا، مفيش الكلام ده. يمكن حشوة السيليكون بتتحط أسفل نسيج الثدي، ما بتأثرش خالص على نسيج الثدي. بنحط زي ما انت شايف، هي في منه أشكال متعددة، والجرح بيكون صغير في الجزء المخفي من أسفل الثدي، مع كريمات التجميل ما بيسيبش أثر خالص. وطالما حشوة السيليكون أسفل الثدي ما بتأثرش ولا على الرضاعة ولا على الإحساس ولا على الملمس، ويمكن الموضوع ده بيحل مشاكل كتيرة جدا. يمكن في حالات ممكن تأثر على العلاقة الزوجية أو بتهدم بيوت لو في مشكلة أو في خلل في شكل الثدي. إيه اللي يخلي إنديكيشن جراحي أو احتياج جراحي لتصغير الثدي؟ لأنه في ستات بيوصل حجم الثدي بتاعهم شيء مخيف، تقل كبير قوي. مش ستات بس، ده في بنات. وبنشوف بنات كمان تكون البنت كمان جسمها نحيف، وتلاقي الثدي بسبب خلل في الهرمونات خد شكل ضخم جدا، او شكل غير متناسق مع جسمها، وكمان ممكن يأثر على الفقرات بتاع العمود الفقري، تلاقي في الام في العمود، بتقول لي يا دكتور مش قادره اشيل الثدي، مش عارفه البس، مش عارفه اتحرك. الحالات دي سهل جدا التعامل معاها، عمليه امنه تماما، بنسميها الدي كيس سيرجو. يمكن تصغير الثدي بيأثر شويه على الرضاعه الطبيعيه بعد كده، يمكن الرضاعه بتكون ضعيفه بعكس تكبير الثدي، لكن لما نيجي نقيس الفايده والضرر، لا، الفايده بتكون اكبر بكتير جدا. في بقى جانب اخر عند الراجل، ان بعض الشباب في الفتره الحاليه بيعاني من تسدي. يمكن نسبه كبيره جدا من الشباب دلوقتي عندهم تسدي بسبب الفاست فود، بسبب الفاست فود، بسبب عدم ممارسه الرياضه، بسبب الاكلات اللي بقى داخل فيها هرمونات كتير جدا. يمكن دلوقتي الفاكهه والكلام ده، يمكن شايف الحجم بيوصل حجم احجام صعبه. وانا دلوقتي بقى بيجي لي ناس تلاقي الشاب رفيع جدا وحجم الثدي زياده جدا. يمكن احنا لينا طريقه خاصه بينا في التعامل مع حالات التسدي، بنقدر ان احنا نعمل ازاله لدهون الثدي والغدد اللبنيه من فتحه نص سنتي في الجنب، ما بتسيبش اثر اطلاقا. يمكن لو جبنا صوره الحاله بعد العمليه تلاقي في تغير في الشكل 180 درجه. بعد العمليه سهله مش صعبه؟ العمليه سهله، بنعملها لبعض الحالات ببنج موضوعي. يمكن دي حاله احنا كنا عاملين له تسدي مع نحت للبطن والاجناب، يمكن الحاله دي مثلا طلع منها حوالي 10 لتر دهون. بس المريض طلع فارق تماما بعد العمليه، جسمه اتغير بالكامل. في طرق تانية لعلاج التسدي؟ يمكن الصوره واضحه معانا هنا. لو رجعنا لها تاني، تغير 180 درجه في الشكل. لا، هو علاج التسدي سواء بشفط الدهون، سواء بالطرق الشفط التقليديه، او بجهاز الفيزر. يمكن ميزه الفيزر ان هو بيكون النزيف اقل، وبنحتاجه لما يكون في ترهل شديد في الجلد على اساس ان هو بيشد الجلد بعد العمليه، وما بنحتاجش ان يكون في جرح في منطقه الثدي. دي مشكله عند الراجل ممكن تخليه ما يتجوزش، ممكن تخليه يعني ما يبقاش يخاف يكلم اي بنت، يبقى ما يبقاش له علاقه، بتعمل له فقدان في الثقه، وما بيكونش عارف يلبس كويس، بيتكسف مثلا في موضوع المصيف ان هو ينزل مصيف. في الشباب كمان اللي هيقدم في شرطة أو جيش، لو عنده مشكلة زي دي ما يقدرش إن هو يدخل، بياخد رفض طبي. يمكن حالات كتير بيجولنا أساس إن احنا نصلح المشكلة دي
ويعيش حياته بعد كده بصورة طبيعية أو يلتحق بالكليات العسكرية. ما فيش تعامل مع الثدي بمثلا جهاز تكبير جهاز تصغير في لا الواحد بيسمع حاجات بقى كتير أجهزة وكريمات والكلام ده كله كله نصب. ده نصب طبعا نصب طبعا نصب سخيف يعني. هو الفكرة في ايه دلوقتي الناس لازم تكون واعية احنا ناخد المعلومة من منصة موثوق فيها من طبيب مختص ونسمع من رأي واحد واثنين وثلاثة إنما المشكلة في إيه دكتور أيمن؟ إن دايماً المريض بيحب كلمة إن مفيش عملية يعني إيه؟ الثدي صغير ده أنا عندي كريم ممكن يكبره أو مش عارف إيه تيجي تقول لا بلاش عملية طبعاً مفيش الكلام ده ما كانش حد غلب دايماً أقول إيه؟ النصاب بخير طول ما الطماع موجود طبعاً احنا هنا دورنا ان احنا نوعي الناس يا جماعه كل حاجه ليها اصول طبيه احنا طالما هنمشي بالاصول الطبيه ونبقى فاهمين بنعمل ايه اكيد ربنا هيكرمنا. الطماع ده بقى في الحالات اللي احنا بنتكلم فيها بيبقى طماع ساذج او بين قوسين الكلمه اللي اسوأ من ساذج انه شويه يعني اقولي اهبل يعني طماع اهبل لانه متخيل انه حاله جراحيه ملهاش حل غير ان ندخل نتدخل جراحيا للتعامل معها فنركن الجراحه ونروح جايبين كريم موضوع يعني فعلا الواحد بيبقى يا جماعه ما كانش حد دخل كانوا لغوا اصلا موضوع العمليات الجراحيه طالما الموضوع بالكريمات هتحل المشكله دي بقى انت عارف معظم النصابين اللي بيشتغلوا عند الناس اللي عندهم سايكيك ديستربنس عندهم مشاكل نفسيه كبيره دي حقيقة يعني سايكوباتيين يعني او سايكوباتيين السايكوباتيك هو المريض الانسان اللي ما عندوش اي اهتمام بالغير ممكن قوي يبيع سم للناس طالما ياخد فلوس سايكوباتيك هو مختل نورت وشرفت انا خليك يا دكتور ايمن ضيفي شكرا العزيز ليك. القيمة العلمية القديرة الاستاذ الدكتور جمال البحيري استشاري جراحات الثدي التجميلية وجراحات أورام الغدد والأورام بمعهد الأورام وعضو الجمعية الأوروبية والأمريكية والمصرية لجراحات الأورام نورت الناس الحلوة شكرا ليك وللناس الحلوة أشكرك شكرا جزيلا خليكوا دايما مع الناس الحلوة